السلام عليكم الابطال. دونك اليوم غادي ندوزو لواحد الدرس جديد اللي هو الطريقه ديال انشاء واحد الصوره بالنسبه لواحد الشيء اللي هو متعامد مع المحور البصري الرئيسي. دونك عندنا انشاء صوره شيء متعامد مع المحور البصري الرئيسي لعدسه مجمعه. اول حاجه كنقلب اشنا هو بعدا كاين المحور البصري الرئيسي، واشنا هي العدسه المجمعه، واشنا هو الفرق ما بين عدسه مجمعه وعدسه مفرقه. دونك اشنو عندي هنا في الرسم اللي رسمه لكم؟ اشنو هذا؟ هذا هو المحور البصري الرئيسي. دونك هذا هو المحور البصري الرئيسي او لاكس اوبتيك برينسيبال. هذه عباره عن عدسه مجمعه. غتقول لي لا استاذه علاش رسمتيها بهذا الشكل؟ غادي نقول لك انه راه عندي جوج انواع ديال العدسات. عندي هذه عدسه مجمعه وعندي هذه عدسه مفرقه. هذا هو الرمز ديالهم، هذا الرمز ديال العدسه المجمعه وهذا الرمز ديال العدسه المفرقه. اشنا هو الفرق بيناتهم؟ انا كنشوف الراس ديال هنايا كيدير تيبان لي هنايا الاسهم تيتجمعوا. دونك هذه عباره عن عدسه مجمعه. هادو هنا هاد الاسهم كيبانوا لكم تيتفرقوا، ها هما واحد تيطلع الفوق واحد تيمشي لهاد الجهه. دونك عباره عن اشنو كيوقع تيفرق لي الاشعه. دونك هادي عباره عن عدسه مجمعه. هادي الطريقه باش تفرقوا لي ما بين الرموز ديالهم، لا بالنسبه للعدسه المجمعه ولا بالنسبه للعدسه المفرقه. علاش؟ كاين اللي كيجي تيدير لي استاذ راه هادي عدسه مجمعه. لا، العدسه المجمعه تيكون عندها بحال هاد الشكل، ها هو هذا هو الرمز ديال العدسه المجمعه المفرقه وهذا هو الرمز ديال العدسه المجمعه. اشنو هو الفرق بيناتهم؟ يعني انا اللي فاش كنرسل واحد الحزمه ضوئيه اللي كتخترق لي هاد العدسه اللي هي عدسه مجمعه، اش يوقع؟ هاد الاشعه ولا هاد الحزمه الضوئيه كيتجمعوا لي فواحد النقطه وحده. يعني هاد العدسه اشنو كابابل انها تجمع لي الاشعه فواحد النقطه واحده. ولكن باركونتخ اش بالنسبه للعدسه المفرقه اشنو؟ فاش ترسل واحد الحزمه ضوئيه اللي ما غاديش نرسل انا حزمه ضوئيه، غادي نرسل كثر. فهمنا اي فوا كنقول لك حزمه ضوئيه يعني شنو كتخترق لي هذيك العدسه. ولكن واش هذيك العدسه واش اليك واش هي كابابل انها تفرق لي الاشعه او لا تجمعهم؟ سيرو قلنا هذه كتجمع الاشعه فواحد النقطه، ولكن هذه العكس. فاش ترسل واحد الحزمه ضوئيه اش تدير هذه العدسه؟ فاش يخترقوا لي هذوك الحزم الضوئيه هذه العدسه المفرقه. دونك اش كيوقع؟ ان الحزمه الضوئيه ولا الحزم الضوئيه كتفرق، يعني كتفرق لي الاشعه. دونك غادي نكملوا لي كونستيتيون ديال هاد الرسم ديالنا. اشناهو؟ عندنا هذه عدسه مجمعه. علاش؟ لحقيتاش هذا هو الرمز ديال العدسه مجمعه. هذا هو لو سونتر اوبتيك او لا المركز البصري. التقاطع ما بين المحور البصري الرئيسي مع العدسه المجمعه هي النقطه او، يعني هذا هو المركز البصري الرئيسي. ثاني حاجه خصني نعرف بالنسبه لي الا كنت بغيت ندير الانشاء ديال الصوره، ثاني حاجه كيخصني نعرف انا اف اف عندي بعدا اف و اف بريم. اف هي البؤره الرئيسيه للشيء و اف بريم هي البؤره الرئيسيه للصور. دونك دابا كيفاش غادي نمثل هاد اف و اف بريم في هاد المحور ديالي في المحور البصري الرئيسي؟ كيفاش غادي نقدر انا نمثلو؟ كاينه واحد العلاقه اش تقول لي؟ كتقول لي ان اف كتساوي، نحيدو هاد اف ترجعوا ليها حنا، نمشيو دابا حنا غير او اف. شنو علاقتها مع او اف بريم؟ ابخي رجعوا الاف اشناهي باش ما تلفوش. عندنا او اف كتساوي ليا او اف بريم. هاد العلاقه عطاها لي الاستاذ في القسم. دونك من ورا هاد العلاقه اش بغيت نعرف؟ نكون ذكي غادي نفهم ان المسافه ما بين المركز البصري، بالنسبه المسافه ما بين المركز البصري والبؤره الرئيسيه للشيء هي نفسها المسافه ما بين المركز البصري والبؤره الرئيسيه للصور. مثلا نفترض ان الاستاذ جا عطاني او اف كتساوي او اف بريم. في التمارين ما غاديش يعطيني بحال هكا، اش غادي يعطيني؟ غادي يعطيني مثلا غير نعتبر ان او اف كتساوي 3 سنتيمتر، غادي نكون انا عايق وفايق. غادي نعرف ان بما ان او اف كتساوي 3 سنتيمتر دونك او اف بريم كتساوي حتى هي 3 سنتيمتر. علاش؟ شكون اللي قال لي انا هذا الشيء؟ قالتوا لي هاد العلاقه اللي عطاني الاستاذ انا في القسم. دونك غادي نعرف ان هاد المسافه هادو كيساوي 3 سنتيمتر. ايوا دابا كيفاش غادي نمثلهم انا في الرسم ديالي؟ غنجي ناخذ المسطره ديالي، غادي نشوف المسافه ما بين او اف بريم او اف هي 3 سنتيمتر. غادي ناخذ المسطره ديالي وغادي نعبر، وردوا البال ان المسافتين خصهم يكونوا متساويين. ما نجيش كل مسافه نعطيها واحد القياس مختلف على اخرى. دونك عندي هادي هي اف وهادي هي اف بريم. غادي نعرف ان من هنا لهنا هي 3 سنتيمتر،
ومن او تال اف بريم هي 3 سنتيمتر. بعد ما صنت البؤره كل بؤره صنتها في المكان المناسب ديالها بالنسبه للمحور البصري الرئيسي، غادي نشوف دابا غادي نهضر على الخصائص، الخصائص ديال المركز البصري والخصائص ديال بؤره الشيء والخصائص ديال بؤره الصوره. دونك دابا غادي نشوف اول خاصيه غادي نهضر عليها بالنسبه للاف بريم، بالنسبه للاف اللي هي بؤره رئيسيه للشيء. ارسمت واحد الشعاع، دابا خصني نعرف اي شعاع كيخترق ليا كيمر من البؤره الرئيسيه للشيء وكيخترق ليا العدسه في واحد النقطه. هاو دونك عندي واحد الشعاع اولا كرسلو واحد الحزمه ضوئيه كتمر ليا مناش من البؤره الرئيسيه للشيء غتخترق العدسه. غادي نعرف انا اي شعاع مر من اف غادي يخرج متوازي غيخترق العدسه وغادي يخرج متوازي مع المحور البصري الرئيسي. دونك غادي يخرج هذا الشعاع متوازي مع المحور البصري الرئيسي. نعاود اي شعاع كيمر من البؤره الرئيسيه للشيء تيخترق العدسه تيخرج هذاك الشعاع متوازي مع المحور البصري الرئيسي. دابا غادي ندوز للحاله الخاصيه ديال اف بريم. اي شعاع كيدخل ولا كيخترق العدسه كيمر كرسلو متوازي مع المحور البصري الرئيسي، يعني فاش كيخترق العدسه كيمر ليا مناش كيمر من البؤره الرئيسيه للصور. فوالا دونك دابا هادي الخاصيه ديال اف والخاصيه ديال اف بري. اي شعاع ترسلو كيمر ليا من اف تيخرج متوازي مع المحور البصري الرئيسي، واي شعاع كيدخل متوازي كيخترق العدسه كيخرج ليا من اف بري. هادو هما جوج اشعه اللي بغيتكم، هادو هما جوج خصائص اللي هما مهمين بالنسبه للاف واف. دابا غادي نرجعوا لاش غادي نشوفوا اي شعاع كيمر ليا من او واش كينحرف اولا، يعني غادي نعرف انا اي شعاع تيمر من البؤره تيمر ليا من او اللي هو المركز البصري تيخرج بدون انحراف. مثلا انا صيفط واحد الشعاع اللي هو هذا، هذا الازرق، هذا الشعاع الازرق، كيف غادي يخرج؟ غادي يخرج بدون انحراف، غادي يكمل على طريقه وما غاديش ينحرف. ها هو صيفط واحد الشعاع اللي هو متطابق مع المحور البصري الرئيسي، ها هو هذا الشعاع، ها هو داخل فوالا، ها هو الشعاع كي غادي يخرج. غادي يخرج علاش؟ لحقيتاش كيمر ليا من المركز البصري اللي عندي هنايا، غادي يخرج بدون انحراف. ها هو غادي يكمل الطريق ديالو بدون انحراف. دونك الخاصيه اللي غادي نعرف انا دابا، الخاصيه اللي غادي نعرف انا دابا شنو هما ثلاثه الحوايج اللي غادي نركز عليهم؟ شنو هما؟ غادي نركز على ايش؟ على اف، وغادي نركز على او و اف بريم، يعني الخصائص ديالهم. سينو غادي نعاود نشرح كل حاجه بوحدها، كل حاله بوحدها باش ما تلفوش. لحقيتاش كثرت عليكم هنا الالوان، صافي غادي تدوخو كثرت الوينات. يلا غادي نعاود نرسمو بعدا كاين اول خاصيه اللي هي ديال اف بريم. دونك اي شعاع وارد كيكون متوازي مع المحور البصري الرئيسي كيخترق العدسه في واحد النقطه كيخرج من اف بريم. هادي اول خاصيه خصني نعرف، يعني اي دابا في التمارين كيجي كيعطيني مثلا غير الاول، كيعطيني مثلا هاد الشعاع كيفاش غادي يكمل الطريق ديالو من بعد ما يجتاز العدسه. غادي نعرف انا كنرجع للخاصيه ديالها ديال البؤره الرئيسيه للصوره اش تقول، يعني اي شعاع وارد يخترق او لا يجتاز العدسه فواحد النقطه كيخرج ليا اشنو؟ يجتازها في النقطه اف بريم. يعني اي شعاع كيف نعاود، اي شعاع كيمر موازي المحور البصري الرئيسي كيخرج مرورا بالنقطه اف بريم. هاو هادي الحاله واحد، عقلوا الحاله واحد، اي شعاع كيمر موازي، هانتوما راه داخل، شوفوا اف فين كاينه، اف فين كاينه، اف بريم فين كاينه، يعني كيجي موازي لهذاك المحور البصري الرئيسي اللي كتنتمي ليه النقطه اف، فهمنا؟ دونك كيمشي موازي وكيجتاز العدسه في واحد النقطه اللي هي اف بريم، اللي هي النقطه ديالنا هي بؤره رئيسيه للصوره. غنمشيو للحاله الثانيه، شنو هي الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه اف بريم و اف. الحاله الثانيه شنو هي؟ هي اي شعاع يمر من اف، ها
هو الشعاع يمر من اف او لوارد من اف هو كيف كيخرج كيجتاز لي العدسة موازيا بمحور المحور البصري الرئيسي او صافي دونك هذه الحالة الثانية قلنا اي شعاع كيمر شتو قبيله كان هنا متوازي وخرج من اف بريم دابا العكس دابا كيمر من اف وكيخرج متوازي مع المحور البصري الرئيسي يعني كيمر كيكون موازي للمستقيم اللي كتتبع له النقطه اف بريم نلعب يعني اي شعاع يمر من اف يجتاز العدسه موازيا للمحور البصري الرئيسي ندوزو للحاله 3 الحاله 3 شنو غادي نهضروا ديك الساعه على ايش على المركز البصري على لاكس اوبتيك علاش غادي نهضروا لاكس لو سنتر اوبتيك دابا غادي نهضروا على لو سنتر اوبتيك ياك اي شعاع كيمر من المركز البصري ما تينحرفش يكمل على طريقه كما جاي لاحظتي في التمارين كاين شي مثلا كيعطيك واحد كيعطيني واحد الشعاع بحال هكا ها هو وتيقول لي اتمم رسم الشعاع فين غادي يمشي واش هذا الشعاع غادي يكمل غينطبق ليا مع المحور البصري الرئيسي او لا غادي ينعكس ويرجع غنشوف انا كيفاش ولكن انا قريت ان في الخصائص بالنسبه للخصائص ديال المركز البصري شنو ان اي شعاع يمر من النقطه او كيكمل على الطريق ديالو بدون انحراف ها هو كمل على الطريق ديالو بدون انحراف يعني النقطه او يمر من الاصل اللي هو لو سونتر اوبتيك ديالي يمر بدون انحراف نمشيو مثلا عندي واحد الشعاع عطيتكم ثاني واحد الشعاع اخر هذا الشعاع اللي غادي يكون هذا الشعاع مطابق لاش ستيلو احمر 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 ميرسي استاذ صلاح الدين استاذ المعجزه دونك اي شعاع كيما متطابق يلا الشباب غادي نخدموا واحد التطبيق باش نطبقوا فيه داكشي اللي قرينا فيكم دابا عطيتكم ثلاثه ديال اربعه ديال الحالات الحاله الاولى عندي شعاع يمر اللي هو متوازي مع المحور البصري الرئيسي غادي نشوفوا كيفاش غيخترق العدسه الحالة الثانية عندي شعاع اللي هو متطابق مع المحور البصري الرئيسي غادي نشوف ثاني كيفاش غادي يخترق العدسة هنا ثاني عندي واحد شعاع في الحالة الثالثة عندي شعاع يمر من البؤرة الرئيسية لشيء غادي نشوفوا كيفاش غيخترق العدسة وفي الحالة الرابعة عندي شعاع يمر من المركز البصري الرئيسي او لا من المركز ديالنا لو سونتر اوبتيك غادي نشوفوا كيفاش غيخترق العدسة دونك شنو الحالة الاولى الحالة الاولى شنو قلت لكم اي شعاع يمر من اش يمر متوازيا مع المحور البصري الرئيسي ويخترق او لا يجتاز العدسه مرورا بالبؤره الرئيسيه للصوره دونك لا كونتينيتي ديالو غتكون بحال هكا غادي يكمل المرور ديالو غادي يكمل الطريق ديالو بحال هكا يلا دونك اي شعاع قلنا يمر او لا يخترق او لا يجتاز العدسه المجمعه يمر من البؤره الرئيسيه للصوره غنجيو هنايا الحالة الثانية اشنو قلنا هاد الحالة الثانية والثالثة عندي كيطبقوا لي على الخصائص ديال المركز البصري يعني اي شعاع يمر من المركز البصري الرئيسي اشنو كيكمل الطريق ديالو ولا يخترق العدسة بدون انحراف هو غادي يكمل الطريق ديالو بدون انحراف نمشيو للحالة الثالثة كيمر ثاني من المركز البصري الرئيسي هو غادي يمر بدون انحراف فهمنا غادي نمشيو للحاله الرابعه اللي قلنا اي شعاع يمر من البؤره الرئيسيه للشيء يجتاز العدسه كيفاش واش غادي يمر ليا من اف بريم اولا غادي يخرج متوازي مع المحور البصري الرئيسي غادي نرجع لداكشي اللي قريناه قبيله في الكور غادي نلقى انه اي شعاع يمر من البؤره الرئيسيه للشيء يجتاز العدسه متوازيا مع المحور البصري الرئيسي دونك هادو هما الخصائص اللي عندنا بالنسبه للرسم ديال الرسم بالنسبه للعدسات مجمعه عندنا ثلاثه ديال الحالات هنا علاش درت لكم جوج ديال الحالات لحقيتاش كاين بعض مرات الاستاذ يعطيني واحد الشعاع اللي هو متطابق مع المحور البصري الرئيسي ولكن هو متطابق مع المحور البصري الرئيسي دونك راه تيمر ليا بلاش من الاصل من الاصل ديال المعلم من الاصل ديال المركز البصري ولا السنتر اوبتيك هنا عاوتاني راه نفس الحاله راه انا كيمر ليا من المركز البصري ومن هنا كيمر من المركز البصري غير هو انا عطيتكم اشعاع مختلفه هذا متطابق مع المحور البصري الرئيسي وهذا غير متطابق مع المحور البصري الرئيسي وهذا الحاله الاولى وهذا الحاله الثانيه المهم هادو هما الحالات الثلاث اللي عندنا بالنسبه للصوره ان شاء الله غادي ندوزو للتطبيق كيفاش يتم انشاء
واحد الصوره ديال واحد الشيء متعامد مع المحور البصري الرئيسي لعدسه مجمعه. دابا وصلنا للمعقول. يلا دابا نعتبر عندنا تطبيق. غنخدم معكم واحد التطبيق ابخي واحد التمرين غادي تخدموه نتوما. يلا نعتبر شيئا ابي طوله هو جوج سنتيمتر. دابا شنو عندي؟ عندي دابا ابي هو الشيء اللي غادي نرسم اللي هو الشيء المتعامد مع المحور البصري الرئيسي، الطول ديالو هو جوج سنتيمتر. عندي اف تتساوي خمسة سنتيمتر. دابا غتقولي استاذ شنو هي ديك اف؟ اف بيتيت اف هي المسافة البؤرية او لا كنقولها لا ديستانس فوكال. اف شحال تتساوي؟ تتساوي او اف بريم تتساوي او اف، يعني هاد المسافة البؤرية يعني المسافة من هاد النقطة او حتى الاف، هاد هي المسافة البؤرية اللي هي بيتيت اف، ومن هنا لهنا هي بيتيت اف. يعني دابا انا مثلا ماشي غادي يجي يقول لي استاذ ولا شوف راه عندي او اف كتساوي 5 سنتيمتر، او لا او اف بريم او اف بريم كتساوي 5 سنتيمتر، او لا او اف تتساوي 5 سنتيمتر. كيجي ديريكتومون كيعطيني اف تتساوي 5 سنتيمتر. غادي نفهم انا انه راه بيتيت اف شنو هي؟ هي او اف كتساوي او اف بريم كتساوي 5 سنتيمتر. صافي تفهمنا؟ يعني هاد المسافة من او تال اف كتساوي 5 سنتيمتر، وهاد المسافة من او تال اف بريم كتساوي 5 سنتيمتر. دابا حيدنا من اف بيتيت اف، صافي فهمنا. دابا غادي ندوزو للمسافة او ا. اشنو تعني او ا؟ دابا عندنا هاد الشيء كيف كنرسمو؟ كنرسم نقطة ا كتكون متوازية تتكون متقاطعة مع المحور البصري، وكيكون عندنا شيء ا بي. غنوريكم بعدا كيفاش شيء ا بي كيتيكون باش تفهمو ليا او ا. دابا اش غنجي ندير؟ دابا حسبنا، دابا ديجا انا حطيت اف او اف بريم، من هنا لهنا راه هي 5 سنتيمتر، ومن او تال اف بريم هي 5 سنتيمتر. هاي فين عطيناها لكم هنايا. دابا غادي نرسم هاد الشيء ا بي. كيفاش غادي نرسمو؟ دابا انا الشيء ا بي عطى عليا شحال كيساوي، هو 2 سنتيمتر، يعني الطول ديالو هكا فيه 2 سنتيمتر. غنعبر من هاد النقطه لهاد النقطه هو 2 سنتيمتر، ولكن كيبقى لي انا فين غادي نحط هاد او ا. واش غادي نحطو هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ فين غادي نحطو؟ غادي يجي يعطيني المعطى الثالث. شنو هو؟ هو من المسافه من او حتى ل ا كتساوي 10 سنتيمتر. غادي نجي انا غادي نحسب من او حتى ل ا هي 10 سنتيمتر. فوالا غادي نجي نحسبها. دونك فوالا ا، دونك غتكون هادي هي ا. مزيان، شوف الستيلو كحل باش نكملو الزواق ديالنا. فوالا ها هو، اي فوالا. دونك هادي هي ا. دونك المسافة من او حتى ل ا هي 10 سنتيمتر. دابا انا رسمت ا، اش غادي خصني نرسم ا بي؟ اللي هو ا بي هو هذا اللي هو الشيء ا بي اللي عندي. دونك من ا حتى ل بي هو 2 سنتيمتر. هاد المسافة هادي هي 2 سنتيمتر. صافي فهمنا؟ هادي هي النقطة بي. دونك هذا هو الشيء ا بي المتعامد مع المحور البصري الرئيسي. يلا دابا كيفاش غادي نرسمو؟ دابا باش نرسم واحد الصوره اش كيخصنا؟ كيخصني جوج ديال الاشياء. انا غادي نعطيكم ثلاثه وانتم اختاروا جوج. اشنو قريت قبيله؟ قرينا ان عندنا جوج الاشعه، واحد تيدخل متوازي كيخترق ليا العدسه وتيخرج من اف بريم، والشعاع الثاني كيمر من اف وكيخرج كيخترق العدسه متوازي مع المحور البصري الرئيسي. اجي انا نعطيكم الاول، هو اللي كيمشي متوازي مع المحور البصري الرئيسي. ها هو الشعاع ديالي الاول كيمر من بي، ها هو هذا هو الشعاع. يعني كيفاش غادي يخترق ليا العدسه مرورا ب اف بريم؟ ها هو صافي تفهمنا. دونك ندوزو للشعاع الثاني. الشعاع الثاني كي غادي يمر؟ غادي يمر من اف من بي، وغادي يمر مرورا باف. رسموه بشي لون واحد اخر، رسموه بكحل نيت، لا رسموه بخضر، واخا رسموه بخضر. يلا عندي شعاع كيمر من بي، الا حقيتاش الحزمه الضوئيه منين مصيفطها انا؟ راه مصيفطها من بي بحال عندنا شي شمعه مثلا، الشمعه واقفه بحال هكا ياك. دابا هاد الشمعه ولا الستيلو ولا المهم شي حاجه كتبعت ليا الضوء، الشمعه واقفه بحال هكا، الراس ديالها هو هذا، هاد الراس هو اللي تيبعت ليا الاشعه الضوئيه. يعني انا فاش غادي نجي نرسم الشعاع ما غاديش نرسمو من هنا. دابا كنرسمو مع هاد الشيء المتعامد مع المحور البصري الرئيسي، والراس ديالو هو هذا. دونك دابا من غادي يمر ليا الشعاع؟ غادي يمر من النقطة بي مرورا باش بالنقطة اف اللي هي البؤرة الرئيسية للشيء. ها هو كيمر ليا من بي من اف، وغادي يخترق العدسة.
يلا دابا شنو قلنا قبيله؟ قلنا اي شعاع كيمر ليا من اف كيخترق العدسه متوازي مع المحور البصري الرئيسي. ها هو غادي يخرج متوازي مع المحور البصري الرئيسي. هادو هما جوج اشعه. دابا نزيدكم ثلاثه اختاروا نتوما اللي بغيتوا. المهم اختاروا لي جوج هما باش نقدر نرسم صوره ديال واحد الشيء. فوالا ها كتبان لي اش طلعت هنايا. كنلاحظ واحد النقطه ديال التقاطع ديال اش ديال هاد الشعاع الازرق مع دونك. دابا رسمنا الصوره ديال الصوره ابي بالنسبه لواحد الشيء متعامد مع المحور البصري الرئيسي اللي هو ابي. اللي غادي نفهم ان الصوره ديال ا هي ا بريم والصوره ديال بي هي بي بريم. دونك تلاحظ عاوتاني بالنسبه لينا شنو كيبان لي انا السهم كيف داير هنا في الشيء تيبان لي السهم الفوق وفي الصوره كيبان لي السهم لتحت. يعني اش غادي نلاحظ؟ كنلاحظ ان الصوره ديال هاد الشيء الصورة ديال هاد الشيء اللي هو متعامد مع المحور البصري الرئيسي كي دايره هي عباره عن صوره مقلوبه. ياك لاحظتوا هنا السهم الفوق وهنا السهم ولا لتحت، يعني الصوره تقلبات. يعني كنقول انا الطبيعه ديال الصوره يعني انها واحد الصوره اللي هي مقلوبه. دابا غندوزو للاشعه. خدمنا حنا بجوج ديال الاشعه، نتايا خاصك ان سوفي تخدمي غير بجوج اشعه بارك عليك. سينو انا بغيت ندير لك فراسك راه كاين شعاع ثالث، يعني تقدر تختار لي هاد الشعاع الاحمر اللي كيمر ليا من المحور من المركز البصري. هاد الشعاع الاحمر اللي كيمر من المركز البصري حتى هو كيتقاطع ليا مع واحد الشعاع واحد اخر في واحد النقطه اللي هو الصوره ديال الشيء المتعامد. يلا الشباب بالنسبه لنا اليوم سالينا الحصه ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوا. عصبوا ليا التطبيق في الدار فهمنا غتخدموه مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يراسلنا سينو يخلي لنا دي كومونتير باش نقدروا نتواصلوا معكم. يلا الله يعاونكم.